بنات ابى اسوي لي ماسك في وجهي، تمام اسوي لكم ما بعد، بس في وحده قالت لي افنياي حطي هذه الاله على استغفر الله، هذا حق الفواكه هنا بتطلع حلوه. دقيقه اوريكم كيف يكون شكلها، حلو صح كذا. يا سلام، ما ادري ايش رايكم. المهم فدحين بقوم اسوي لي ماسك بنات واصور لكم، ايش رايكم سوي لي ماسك؟ امس صراحه كان وجهي متعب ومرهق، واليوم صراحه نمت مره كثير بس حسيت انه وجهي متعب كمان زياده. فاليوم بسوي لكم تجهيزات لوجهي عشان تشوفوها. اول حاجه بزيل الشعر اللي في وجهي اللي هو الوبر، تمام، وبعدها بحط ماسك واصور لكم كل حاجه، ايش رايكم؟ يلا معايا. بسوي ماسك بهذا، هو مو حق الماسكات طبعا بس انا بسويه صراحه كذا مغرمه فيه، جنن يجنن يجنن، مره 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 حلو. اوه يا ربي احب الاشياء بنات، احب الدباديب، احب الاشياء كذا زي حق افلام الكرتون، ما ادري احب الاشياء صدق مره احبها، مهما 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 صار انا اموت عليها. المهم ف يلا خلينا نسوي ماسك لوجهي، ابى اخليه لقلق، ابى اخليه ما شاء الله تبارك الله لمبة مو لمبة، ايش اقول انا، مراية مراية مراية. واضح ما اسوي لكم بنات، خلينا احنا نسوي الماسك بعد بقول لكم ايش فايده. اول حاجه بحط هنا الماتشا، ما عندكم ماتشا حطوا شاي اخضر. بنات عندي عسل، احب العسل صراحه يجنن، احط عسل. عندي زبادي بحط لبن عادي يعني، بس بحط شويه يعني مو زي اول. جهزت هنا كل أغراضي اللي هو الماسك جهزته، جهزت كمان الشفرات، جهزت المقشر، جهزت كمان الزيت هذا اللي يطلع الدهون من المسامات، جهزت كمان الغسول. طيب يا أفنان كيف تسوي؟ دحين أعلمكم كيف بنات تسووا، طريقة مرة مرة سهلة تخلي وجهكم من جد يلقلق يلقلق. هذه الطريقة نسويها في الأعياد، في المناسبات، في الزواجات مثلا، فمرة حلوة. إيش أول حاجة تسوي؟ اول حاجه بنات تقشري وجهك، طيب اي غسول عندكم، باي غسول تقشري وجهك. طيب انا استخدم هذا الغسول يجنن مره حلو بالطحالب، وبعدها بعد خلاص ما اني اعمل تقشير الوجه احط هذا الزيت. هذا مؤخرا صرت استخدمه، مره مره حلو، شفت كوريين او يابانيين يستخدموه مره عجبني فصرت استخدمه، مره حلو. بعده خلاص كذا حطيت المقشر، حطيت هذا الزيت عشان اقشر وجهي وبنفس الوقت طلع المسامات اللي في المسام، اغسل وجهي. وجهي دحين يصير لق نظيف نظيف نظيف. ايش اسوي؟ احط اللي هو جل صبار، اعبي وجهي جل صبار وازيل وجهي بهذه الشفرات. بنات انا صراحه استخدم شفره فلمنجو بس خلصت عندي، وفاء طلبت هذه حلوة مرة بس بنات حادة، انتبهوا يعني الأطراف عند الأطراف حقتها تحسيها مرة حادة، انتبهوا تعوروا نفسكم، فهمتوني؟ فتشيلي كل الشعر اللي في وجهك، كله مش شعر، هو صراحة وبر اللي في الوجه. بعدها بنات حطوا هذا الماسك، الله الله الله، أحب أحط عسل، ليش؟ بنات مضاد الأكسدة، بنفس الوقت بنات يفتح الوجه بشكل مو طبيعي، كذا يغدي بشكل بنات أنتم ما تتوقعوا. وكمان حطيت الماتشا، الماتشا بنات فنانة، وأنتم عارفين إن مضادة الأكسدة شيء مو طبيعي. وكمان حطيت زبادي، ما عندي حطيت لبن، يعني تقريبا نفس الشيء. فهذا هو الماسك حقتي. أول حاجة بصور لكم بيدي كأنها وجه، عرفتوا؟ يعني بقشر وجهي كأنه أوكي دشن الأشياء. اوكي بنات بقشر وجهي كأنه اقشر الوجه، فانتوا اعتبروا وجهي يعني وجهكم يدي، فهمتوا؟ فعشان اعلمكم الطريقه كيف مظبوط فركزوا، تمام؟ بسوي لكم الحين فيديو مره كذا حلو يجنن بالتفاصيل. تمام بنات بعلمكم طريقه تخلي وجهكم يلقلق، بس بعلمكم اياها بيدي كأنها وجهكم، عرفتوا؟ فيلا دحين بوريكم تقشير تنظيف كل حاجة بعلمكم إياها. فيلا بنات طريقة مرة مرة سهلة من جد بجد، حتى نفسيتك راح تختلف.
خلصت العناية في وجهي ورقبتي ويداني، قسم بالله العناية تبين الشي مو طبيعي صدق، قسم بالله شو كيف مرة مرة حبيت من جد من جد الصراحة. ماسك الماتش جنن، ما عندكم ماتش حطوا شاي أخضر بس طحنوا، مرة مرة ما شاء الله، حتى وجهي ما شاء الله بناه يلمع 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 ما شاء الله تبارك الله، كذا تحسي كذا يلقلق.